بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والثلاثون والتسعون درس. معاني الكلمات. سوزلرنين مانولار. نظف تزلد. ينظف تزلي يبتيك تزليد. نظيف تزل. تنظيف تزل موق. لوث كرقل إفلاس قل. يلوث كرقل يبتيك كرقلد. لوث كرقل جن إفلاس قل جن. تلويث كر إفلاس قل موق. كان بولد يكون بول يبتيوكي بولد يوكي إذا ذي بمعنى بيرسي هم بولد كن بول كون بول ماق أما أما ذي يعني. وسخ كر إفلاس نظيف تازة باكسة مسح أشلد سرت أرت يمسح أشلي يبتيوكي أشلي ده إمسح أشلين مسح أشلما سرت ماق لباس كيم لباس ألبسة كيم لر هاتي كيلتر مؤنث نسبة منديل دسرومال يكي منديل حمش لتلنده مناديل دسرومالر فراش كوربا توشاي فروش كوربا تكتبين سينيوزسان أيولكش أنت تقرأين كثيرا يا فاطمة أي فاطمة سين كوب أقيابسان اقرأي كتابك يا بنتي اقزلهم كتابين أقيين الرجل الكريم يكون محبوبا والرجل البخيل يكون ممقوتا سخواتك شيء سيكلي بولد وبخلك شيء ممقوت يومان كورلغان بولد التلميذ المؤدب لا يلوث لباسها لباسه أبدا ويكون دائما نظيفا عضب لأخوك هيك لباسنا كرق الميدة ودائما طازة بولد كن دائما نظيفا ولا تكن أبدا وسخا دائما طازة بولين وهيكم كر ولا تكن بولمجن هل تكتبين مكتوبا إلى أبيك؟ نعم أكتب بعد ساعتين أتنجا مكتوبنا يوزسان ها برساعة تنكن أكتب يوزمن هل تذهبين معي إلى الجنينة يا سعيدة؟ لا لا أذهب أنا مشغولة جدا إيه سعيدة باغية مين بلان برجة هل تذهبين برسم؟ لا يق لا أذهب برميمن أنا مشغولة جدا مين جدا مشغول من كراستي نظيفة وأما كراستك فوسخة مينين دفترم تزدر وأما سنين دفترين بس كردر هات المصباح يا فريدة خذي يا أمي أي فريدة چراغ نبير آلين أي أنا جانم اشربي شايكي چاينة شايكي چاينة اشربي اچكن منديل نظيف تازة دسترومال هات الفرشة أمسح يك أمسح لباسي شد كان بيرجن لباسمنا كيممنا تازة ليمن أنت تجتهدين كثيرا يا فهيمة أي فهيمة سين كوب ترشيبسن حجرة نظيفة تازة خانة حجرتك وسخة خانة كردر فاطمة تلميذة مؤدبة جدا لا توسخ لباسها أبدا وتكون دائما نظيفا فاطمة جدا أضبلي أقوش قزر لا توسخ كي من حجم كرق الميدة وتكون دائما نظيفا ودائم طازة بولد لا توسخ ديان كرق الميدة ديان